بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة كرة لوكر، أهلا بكم في قناة كرة لوكر. النهاردة معانا خبر مهم من أخبار الكرة العالمية، خبر عندنا من نجوم الكرة المصرية والعالمية النجم محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، أحد مفاتيح سر النجاحات الحالية للمحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية وتحديدا الإنجليزي، بعدما استطاع أن يعبر عن موهبته بثقة، وكان أحد أعمدة وما زال أحد أعمدة الفريق رغم غدر الإصابات التي مر بها مؤخرا، وكان آخرها إصابة رباط الصليبي خلال الأيام الماضية، وخضع على أثرها لعملية جراحية في بداية رحلة العودة مجددا للمستطيل الأخضر. محمود حسن تريزيجيه كتب عليه أن يكون مصدر إلهام سواء على المستوى النادي أو منتخب مصر، فمن تقبل ذاكرته عن محمود حسن تريزيجيه صاحب الأداء عندما الأداء المتميز عندما اخترق دفاعات الكونغو في ملعب برج العرب ليحصل على ضربة جزاء تاريخية، والتي كانت هي السبب في هدف التأهل إلى كأس العالم، خاصة وأن تلك الضربات جاءت من خلال مجهود ومهارة غير عادية بنقوم على قدميه مثل ما يفعل الكثير من اللاعبين الذين يحرصون على مستقبلهم مع النادي، ولكن محمود تريزيجيه لم يكن في ذهن كل هذه المخاوف والمتاعب، ولم يخف على قدميه مثل ما يفعل اللاعبين الآخرين على حساب مستقبلهم مع النادي وعلى حساب المشوار الدولي. لم يكن دور محمود تريزيجيه في الكرة المصرية فقط، بل جاء في الدوري الإنجليزي بعدما استطاع أن يكون أحلام جماهير نادي أستون فيلا للبقاء في البطولة الأشهر بالعالم خلال الموسم المنقضي، وسجل أهدافا حاسمة في مشوار الفيلانز. دعونا أيضا أعزائي المشاهدين نحدثكم عن بداية محمود تريزيجيه. بدأ محمود تريزيجيه ممارسة القدم في عمر 7 سنوات في شوارع مدينة كفر الشيخ مع الأطفال، ولم تمنع معناه من ظروف صعبة ومرض والده من تحقيق حلمه في الالتحاق بأكاديمية النادي الأهلي، وكان عمره 9 أعوام، وساعده في ذلك شقيقه الأكبر أحمد والذي لازم مشواره في اليومي من كفر الشيخ إلى مقر النادي الأهلي في مدينة نصر من أجل حضور التدريبات، وكان يلعب في مركز المهاجم في بداية مشواره، ولنا لقبه للتشابه بينه وبين النجم الفرنسي ديفيد تريزيجيه. ومع بداية تألق تريزيجيه دخل أكاديمية النادي الأهلي تعرض لصدمة قوية بعد وفاة والده، وكان عمره قد تجاوز 10 أعوام، وكان والد تريزيجيه تبع أوصافه برعاية أشقائه وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، على الرغم أنه كان الأصغر سنا من أشقائه، قائلا له أنت الذي وقدم أيضا محمود تريزيجيه مستويات متميزة مع منتخب مصر رغم الخروج المبكر وبالتحديد من دور 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يوليو إلى 19 يوليو الماضيين، حيث كان من بين اللاعبين القلائل الذي تمت الإشادة بهم خلال الموسم الحالي مع نادي أستون فيلا. استطاع محمود تريزيجيه المشاركة في 21 مباراة بينهم 12 مباراة أساسية، وغاب عن الباقي بسبب الإصابة الخلفية في بداية الموسم بمتوسط دقائق بلغت 56 في المواجهة الواحدة، استطاع خلالها تسجيل هدفين وصنع هدفا آخر. أعزائي المشاهدين مشاهدي ومتابعي قناة كرة لوكر، شكرا لكم ويا ريت تتابعونا دايما عشان يوصلكم كل جديد من أخبار الكرة العالمية والمحلية. شكرا.
الكبير.